اهلا بكم يا مهند من اكسيد من الغرير. اليوم احنا شفنا سياره اسمها اكسيد LX Luxury. اللوكسري بتكون ماكينه 1.6 توربو، الجير تبعها دول كلتش زي ما انتم شايفين. طبعا الاضاءه كلها LED، الشبك الشكل الجديد، السياره طبعا فيس ليفت نازل في موديل 25، الحساسات الاماميه والخلفيه، الكاميرات ال 360 مرايه عليها الاشارات والكاميرات، طبعا دخول ذكي على الابواب، الشدات اللي على السقف، السبويلر، الاضاءه الخلفيه كلها LED، اثنين اكزوست من ورا، الدبه بتفتح اوتوماتيك مع الباب مع المفتاح، ستاره الامتعه الخلفيه، المرايات طبعا كلها ضم. ده الشكل الداخلي. سيارة very luxurious، فخمة جدا. الخامات المصنعة بها السيارة كلها جلد طبيعي نابا ليدر. هنا في الديزاين تيتانيوم. ميموري سيت للسايق. السماعات بتيجي من سوني. فول اوتوماتيك، كل ده جلد طبيعي. السماعات كلها سوني. كرسي سايق اوتوماتيك. هنا الجلد. سبورت ديزاين قطعة واحدة. ندخل نشوفها من الداخل. ده التشغيل بالبصمة. ده شكل الشاشة وحجم الشاشة. هنا طبعا شايفين الفتحة سقف البانوراما. هنشوف هنا الشحن اللاسلكي للتليفون، وصلات اليو اس بي، ادي الشحن اللاسلكي، فتحات المكيف طبعا، الشاشة شاشتين، واحدة للسائق واحدة رئيسية، كل التحكم في الستيرنج، المكيف كله لمس تاتش، وادي الجير، سبع سرعات دول كلتش. زي ما انتم شايفين اللون ما شاء الله تو تون، لونين. الكابينه كلها موجهه ناحيه السايق، وكل المعلومات بتظهر على الشاشه امام السايق. طبعا الكربون فلاش ديزاين كمان على الستيرنج، والستيرنج او السكان كله جلد باللون الازرق. الابل كار بلاي والاندرويد اوتو كله اوتوماتيك وكله وايرلس. الرنجات هنا قياس 19 انش، وعندك الدخول على الذكي على الابواب، والمرايات ضم. ده شكل السياره من الخلف، شكلها من الجنب. وهنا اكسيد ابو ظبي، واهلا بكم. معكم مهند 050 516 3525.